شعبك قدها. إلا سولتك على شنو هي أصعب مهنة في العالم، تقول لي أصعب مهنة في العالم هي أنك تكون ملك. برافو، متافق معك. وإلا عاود سولتك شنو هي الثاني أصعب مهنة في العالم، أتبقى تفكر. ما تفكرش بزاف. ثاني أصعب مهنة في العالم هي الغارد كور ديال الملك. واش غير اجي يكون غارد كور ديال الملك؟ واش في خبارك باللي الغارد كور ديال الملك حارسه الشخصي كيشد في الصالير اكثر ما كيشد رئيس الحكومه بيدو، واكثر من كاع الوزراء، واكثر من بعض قياد الجيش وخدام الدوله؟ كيفاش لو هو كيخاطر بحياته وبنفسه لحمايه الملك والعائله الملكيه؟ كيفاش لو هو كيخدم وحده من اصعب المهام في العالم؟ فيا ترى شحال غيكون كيشد في الفلوس الغارد كور ديال الملك؟ وكيفاش انت تولي غارد كور ديال الملك؟ تابع معايا. من بين الطرائف اللي شداتهم الكاميرا على حراس الملك، غارد كور ديال الملك تعكل وفلت ليه الصباط. تحصين للمجتمع من التأويلات الأيديولوجية. غارد كور الملك طاح وتكركب في الأرض. وفي هذا الفيديو واحد المواطن اللي اخترق الموكب الملكي، شوفوا ردة فعل ديال الحرس الملكي والخفر الملكي. وشو هنا عاوتاني واحد اخترق الموكب الملكي وضرباته طنوبيل. وهذه مرة مغربية صحراوية لاحت وريقة للملك في الموكب الملكي. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. واحد الشاب جاه الحماق لراسه ودار واحد المغامرة في شي شكل، سمر على الملك باش يتلقى ليه في الطريق ويعطيه برية. خرج هاد السيد من الوسط ديال الناس ومشى كيجري، مشى كيجري حتى اعترض طنوبيل ديكابوطابل الحمراء ديال الملك محمد السادس، ولح فيها شي وريقة قبل ما يعطيها للسكرتح، خاصة بعد ما تبعوه لغارد كور ديال الملك. وهنا غنفتح واحد القوس أن أصحاب الناس اللي كيديروا بحال هاد المغامرة اللي كيخترقوا الموكب الملكي باش يعطيو للملك برية، راه كيعرضوا راسهم للخطر. وزيدك حسب بلاغ سابق الوزارة الداخلية فما غيستافدوا والو، بل كاين احتمال كبير أنهم يمشيوا للحبس. على اعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية كما أنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون. لأن مول هاد الفعل ماشي غير كيعرض حياته للخطر، بل كيعرض حتى حياة الملك والمرافقين ديالو للخطر. التي ترافق الموكب الملكي لن تتسلم أي طلب يتم تقديمه بهذه الطريقة كيفما كان نوعه. وهذا الشيء ما خصش يكون فيه التساهل، كل شيء كيتفهم أن الواحد أن كل واحد قصد الملك سواء في الطريق أو لا سواء في بلاصة أخرى راح يتجد كاع البيبان تسدوا في وجهه. ودار بداك المثل ديال اشنو ديال الا قصدتي قصد الدار الكبيره. ولكن هادشي ديال بنادم كيتعرض للملك في الشانطيات كتولي عنده تداعيات سلبيه خطيره وكتكون عنده عواقب وخيمه. وبزاف ديال الصحفيين في المشرق وحتى في الخارج كيتفاجئوا تيقولوا كيفاش التعامل المرن ديال حراس الملك مع هاد السميريه اللي كيقصدوا سياره سيدنا في الشانطيات. حيت في دول اخرين والله يقرب شي واحد لرئيس دوله في الطريق لما يولي واحد التعامل اخر ويولي غير الله يحفظ مع الله يسر. الحاصل إلا كان الملك عسل ما تلحسوش كله. ما أن هذه المصالح غير مسؤولة في حال وقوع كارثة لا قدر الله لأصحاب هذه التصرفات. كل تحرك ملكي أو لموكب ملكي يرافق الملك محمد السادس على الأقل 25 غارد كور من موالين كوستيمات الكحلين، الحراس الخاصون أو لغارد كور ديال الملك، هما أقرب مقربيه، هما بمثابة الدل اللي ما كيفارقش الملك إلا منين كيعيش حياته الخاصة، الشيء اللي كيخليهم يخدموا من موقع حساس جدا جدا، أكثر من أي منصب آخر، وأغلب هم كيكونوا خضعوا لتداريب في فرنسا وفي الامريكان. سيداتي سادتي، حلقة اليوم حراس الملك، دل الملك الأقوياء، الجنود حول الملك وعائلته، رجال المهمات الصعبة، عيون لا تنام، حماة صاحب الجلالة شعارهم، الله الوطن سيدنا ثم سيدنا ثم سيدنا. أكثر مهنة ممنوع فيها الخطأ بتاتا لحماية الرجل الأول بالمملكة. فشكون هما الحرس الخاص للملك؟ كيفاش كيختاروهم؟ شنو هما الشروط والمؤهلات اللي عندهم؟ وكيفاش كيخدموا؟ وامتى تأسس اول حرس خاص في المغرب؟ وشنو الحكايه ديال اشهر غارد كور ديال الملك عبد العزيز الجعيدي اللي غبر ليه الاثار؟ الحلقه ديال اليوم فيها شلابك ومعلومات. اعطونا لايك، اشتركوا في القناه، تابعوني على الانستغرام. فينا هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام. على بركه الله نبداو. ها
هاد الدومين صعيب وصعيب بزاف، الداخل فيه مفقود والخارج مولود، والغلط فيه ممنوع منعا كليا. إن فوا كتدخل معاهم كتولي محصور في واحد الصندوق اسود، صعيب تخرج منه او تفكر تخرج منه. وكيف كيقولوا الناس ديال البوليس، الله يخرج سربيسنا على خير. هاد الجمله كتبان لك عاديه ومتداوله، ولكن هي اعمق من ذلك، وهما البوليس اللي عارفين المعنى ديالها. حراس الملك هما بوليس تابعين لمديريه الامن القصور الملكيه اللي تابعه للمديريه العامة للأمن الوطني، كيرأسها عبد اللطيف الحموشي. الأبجديات اللي كيعلم هذا الجهاز الجنود ديالو هي السرية، يفورماطيو الشخصية ديالهم. خاصك تكون خاطر ثقيل، صاحب نظرة ثاقبة، مبشوش أنيق، والحواس ديالك سليمة، بالخصوص السمع والبصر. تكون قافز وعندك سرعة البديهة، وتكون متمكن من اللغات الأجنبية. ما خاصكش تكون منتمي حتى لشي حزب، وما عندك حتى شي ميول سياسي. ما خاصش يكون عندك حتى شي قدوة ولا شي حد كيأثر عليك. والعلاقات العاطفية ما خصكش تكون عنيبة، وما تحنش في الدريات، وما تكونش مكبوت ولا دو ميول جنسي ضعيف باش ما تطيحش ليهم في الفخ. كيعلموك ما تشيق في حتى واحد، ديما كيزرعوا فيك الشك وتيقريوك باللي الغدر كيجي من اقرب المقربين. كيعلموك الدقة في العمل والذكاء، لان اي خطأ ولو يكون بسيط، ولو يكون بسيط جدا، يقدر يجر عليك الويلات. هادي راه الحراسة الشخصية ديال ملك البلاد، ماشي اللعب هذا. حراس الملك يرافقون جلالة الملك أينما حل وارتحل، وكيبقاو ملاصقينه في كل حركاته وسكناته، وديما على القرص. التأهب الدائم لكل من يحاول الاقتراب منه أكثر من اللازم، حتى ولو كان عزيز أخنوش براس أو وزراء حكومته. إنهم الحراس الشخصيون لجلالة الملك، يتحدد دورهم في مرافقة الملك في جولاته الرسمية وغير الرسمية، يلازمونه حتى أثناء مغادرة التراب الوطني التفسح والاستجمام. تفكيرهم ينصب على توفير الحماية الشخصية له، والتصدي لأي مكروه أو أذى، والمخاطرة بكل ما أوتوا من قوة، ولقنوا من مهارات قتالية وتكتيكات حربية عالية حتى ولو عرضوا أنفسهم للتهلكة. تلك هي أعراف ومفاهيم الأمن الخاص لملوك وأمراء القصر الملكي، التي تتم برمجة عقول وأجساد الحراس الشخصيين على التكيف معها والتفاني في تطبيقها. قبل سنوات قليلة كان الملك محمد السادس كيدوز العطلة ديالو في ميريكان، جابد واحد الجورنان كيقراه كيشرب القهوة ديالو، فإذا بشي واحد بدا كيقرب منه، بدا كيقرب منه خطوة بخطوة بلا ما يعيق به الملك. وما هي إلا ثواني معدودة حتى كيبان لك الراجل ترفع في السماء واحد القوة عجيبة، وغوت على ما طاب جهده، وتردخ مع الأرض ما بقاش تململ، وتهرس مسكين بكسور خطيرة. الراجل تعرض لعاهة مستديمة، دفعات الملك أنه يتكلف به شخصيا، وعطاه تعويضات مهمة من حسابه الشخصي. عاطف معاه وشفق عليه بعد ما تبتات تحريات وداروا لونكيت، وبان ان الراجل المسكين ما كانش ناوي خزيت مع الملك ولا بغى يأديه، وانما يشافه عارفه وبغى يقرب ليه يهضر معاه. ما كانش كيحساب لي ان تلها الدرجة خطورة الاقتراب العشوائي من الملك دون سابق موعد ولا دون معرفة. فكان مصيره مسكين ديك الضربة القاسمة اللي خلاته يطيح قبل ما يطوقوه الحراس الخاصون من قاع الجويه ويديهم على الفردي. بزاف ديال المرات الملك ما كيعجبوش الحال من داك الخناق اللي كيضربوه لي غارد كور ديالو، وما كيعجبوش يبقاو لاصقين في قاع النهار تيرجع ناس. حتى في العهد ديال باه الملك الراحل حسن الثاني، يعني منين كان محمد السادس كان باقي ولي العهد، كان كيبغي يسلت من القصر، كيبغي يسلت في سرية تامة، كيخرج بحذر باش يستمتع بلحظات حياته، يجيب شي دويره ليليه وياخذ حريته المطلقه بلا ازعاج بلا مضايقات، بلاش من ديك الركسه ديال الحراس الشخصيين المدججين بكاع انواع الاسلحه والفراده، واللي مدربين على رياضات قتاليه خطيره. ولكن مع ذلك كانوا كيتعقبوه وكيتبعوا طنوبيلته الواعره قبل ما يعيق بهم. وما كانش ولي العهد كيحمل هذا البلان ديال اللي تعقبوا، يشوف انه انتهاك لحريته الشخصيه والخصوصيه ديالو، كان كيبغي يعيش حريته، فكينهرهم وكيوبخهم، ومع ذلك والله ما يتحركوا من قدامه. علاش؟ حيت التعليمات الصارمه اللي كانوا كيتلقاوها من المراقب العام دريس مهراد رئيس الحرس الشخصي والولي العهد، واللي تا هو بيدو كيتلقى تعليمات مشدده من الراحل الحسن الثاني اللي كيقولوا وياك ثم وياك، راه اي تقصير في الحراسه الشخصيه لسيدي محمد راه جريمه لا تغتفر، اودني منك.
عرفتي باش تكون حارس شخصي لشخصية بحال الملك خاص يكونوا فيك شي مواصفات مهمة، وهما اللي كيختاروك ماشي انت، غالبا تيختاروهم العسكر ووحدات النخبة والشرطة. خاصك تكون طويل بزاف وتتوزن مزيان، عندك النظر مزيان، ودير اختبار تجري فيه 3 كيلومتر ويعاودوا يعبروا ليك النظر، دير دورات تدريبية كاين اللي تتبقى ديرها حياتك كاملة بحال اللياقة البدنية والتكنولوجيا المتطورة، وتدريبات على كيفية القتل بحال تكسير الرقبة اليد والرجل، وتدريب على الأسلحة والمتفجرات، وتدريب قتال الشوارع، وتدريب تاع تحمل الألم من جميع أنواع التعذيب بحال الحرق بالعافية، وتدريب على تحمل الأجواء الجوية في جميع الحالات، عريان وفي الثلج ونقص الأكسجين، المهم هو تصبر في أي ظرف من الظروف، وزيد تدريب في الرماية والمناورة وطرق تضليل العدو والتغطية الأمنية. الملابس تاعهم مختارة بعناية تامة بحال النظارات اللي كتمنع دخول أشعة الشمس وكتخلي يشوف الشخصية اللي مرافقها في أي ظرف كان، وتتحميه من الشظايا المتطايرة، وكاين اللي تيقول أنها مضادة للرصاص وأيضا مزودة بأشعة إكس، يقدر يلبس حتى بالليل وتبان ليه الطريق بوضوح، الصباط ديالهم تيكون في القاع ديالو جهاز تعقب. أما في الموكب اللي تيرافق شخصية الملك فهذه هدرة أخرى، تتمشي طنوبيل قبل الموكب بجوج دقائق، فيها تجهيزات متطورة بحال كشف المتفجرات والعبوات الناسفة، كتمشي قدام الطنوبيل ديال الملك، المهم كتسبقها طنوبيل فيها حراس معهم مختلف الأسلحة، ومن مورا طنوبيل الملك كاين طنوبيل المهمة ديالها التمويه، وفيها قنابل صوتية وألغام دفاعية وهجومية، وهذا الشيء راه متعارف عليه على جميع رؤساء الدول والملوك. بالنسبة لحراس الملك تيشدوا 15 مليون في الشهر، زيد عليها التعويضات وتقدر توصل الشهرية 30 مليون، يعني أكثر من الخلصة ديال رئيس الحكومة والوزراء، تاهما عندهم رتب، كل رتبة والدور ديالها والخلصة تاعها، وتابعين الإدارة العامة للأمن الوطني ومنها تيتخلصوا. الحارس الشخصي يقدر يعرض راسه للهجوم المباشر غير باش يحمي الملك. كان أول مدير الأمن القصور في العهد ديال الملك محمد السادس الغارد كور محمد المديوري، وما أدراك ما المديوري، ثم المختار البقالي، ثم عبد العزيز إيزو، ثم دريس مهراد، ثم إبراهيم اللي سيروا لمدة واحد الأسبوع عاد رجعوا تاني مهراد للمنصب دياله. يعني شنو؟ يعني الملك محمد السادس عين 5 ديال المدراء الأمن القصور الملكية منذ اعتلاء العرش. أما في العهد ديال الملك راحل الحسن الثاني فتعاقب على الحراسة الخاصة للملك الحسن الثاني بزاف ديال الأشخاص. هاد الأشخاص ما كانوا المغاربة ما كيعرفوا عليهم والو، حتى السبعينات ومن بعد الانقلابين العسكريين الفاشلين بداو كيبرزوا بعض الاسماء بحال بندريس 1971، جا من بعده زكري والنائب ديالو حسن حرمة الله، ثم الزبدي اللي عوضوا ساجير، ومن بعد ما تحال على التقاعد احتل المكان ديالو المختار البقالي قبل ما هو يتبعد بفعل توصية من الجنرال حميدو العنقري اللي ساعد وزكى عبد العزيز ايزو باش يحتل البلاصة ديالو. كيترأس الامن الخاص للملك كاع الجلسات الخاصة بتحضير وتدبير الزيارات والخرجات الملكية، وغالبا ما كيقود هذا الاجتماع ممثل الأمن الملكي، وكتبقى دائما القاعدة المعمول بها هي خضوع مختلف المصالح الأمنية وكاع المصالح الإدارية خلال الخرجة الملكية للحرس الخاص للملك. يعني اللي تيقولوها الحرس الخاص للملك هي اللي تتكون، وبالخصوص الرئيس ديالهم، الرئيس ديالهم اللي تيكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، كل شيء كيتبع تعليماته مهما كان شأنها، وكتطبق بالحدافير ديالها، وكل كل شيء كيمتثل ليه لكاع داكشي اللي كيصدر منه. يعني يقدر يعاقب رجال الأمن، يقدر يوقف موظفين، يقدر يستنطق مواطنين، يقدر يدير الاحتجاز مؤقتا يسمعوا ليه، ومساءلة أشخاص سولت لهم أنفسهم الاقتراب من الملك لتسليمه رسائل أو يصيفطوا ليه برية أو يطلبوا منه رفع تظلم. وبطبيعة الحال فين ما تنجبدوا لغارد كور ديال الملك ضروري ما يطيح في بالنا الصقر الأمني عزيز جعيدي. عزيز جعيدي اللي غنتعرفوا عليه في الفيديو الماجي ان شاء الله، ونشوفوا فين غبر وفين تلات به الايام، وشنو الخطأ الفادح اللي ارتكب، وكيفاش كانت نهايته المأساوية. وهذا تهو موضوع واش من موضوع، الله يحضر السلامة وجميلة واش من جميلة. سيداتي سادتي حلقة اليوم سالات، شكرا شكرا لكم بزاف على المتابعة، ما تنسوش تعطونا لايك، تشتركوا في القناة، تابعوني على الانستغرام، فينا هو الانستغرام، ها هو الانستغرام. كان معاكم اخوكم وحبيبكم يونس مسرار، السلام عليكم، دوزوا بخير.